السلام عليكم خوتي ابراهيم، بسم الله المطر. خوتي كيف راكم؟ لاباس بخير؟ الجزائر لاباس بها الحمد لله يا ربي العالمين، ان شاء الله يكونوا بخير. خوكم ابراهيم من مونتريال يسلم عليكم. يا خوتي اليوم جاني خبر من عند واحد الانسان من بومرداس باللي المدرب تاع بومرداس بلونيس قال الوالية قالها باللي هذاك الانسان هذاك ما عندهش مهبول. دوك اخويا قولوا اخويا واش درت لك انا؟ كيفاش الجماعه تعتذر مع الوليه تقول لهم يهضروا عليه يقول لهم بلي جيب لنا ابراهيم يسحقوه لولاد بومرداس باش يدرب لنا ولادنا، وانت تقول لها بلي هذاك مهبول؟ شايب عليك شايب عليك؟ ماشي ابراهيم هو اللي وقفك ودار لك دار لك دار لك ركيزه ها ما وليت مدرب، واليوم اليوم تقول بلي انا مهبول؟ يمكن لك ربي يا سليمان، يمكن لك ربي ها ماشي انا ولا عمرك في بومرداس. واش درت لابوكس؟ واش درت في واش درت في حياتك لابوكس؟ عمرك ما بديت كوما في حياتك؟ عمرك ما طلعت كيما قالوا طلعت فوق الرينغ وهربت فوق الرينغ هربت من النادي ها ولا كذب هربك من النادي فوق الرينغ هربك كم واحد في حياتك هربت فوق الرينغ؟ واش كان عندي تبكي لي تقول لي بدو حقروني حقروني ما عرفت تلقى بلاصه اليوم تشكي بيا وتولي تعاير فيا وتقول بلي انا مهبول وخالك ربي. هادي واش نقول لك؟ اللي جاني يدموندو الوليه باش تقول باش ابراهيم يجي يوقفهم ويعاونهم وربما ينجحوا معاه، تجي انت تقول لهم هذاك مهبول؟ واش راح نقول لك؟ خلي السباب غير سينو فرقع الباجا ونكشفه كامل. خلي نتعاوك لك ربي ما تخافش والله ما تنجح. نقول لك حقار تيني با كابل بيت حقرني انت واحد ما تبي حقرني سامع ليش خليها ربي سي بون.